بعيدا بقى عن كرة القدم، مجلس النواب حضر له النهاردة 6 وزراء ما بين الجلسة العامة أو اللجان النوعية، منها الاستماع لوزير الاتصالات عن موقفه من تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق. كان في انتقادات موجودة لمعاناة المواطنين في مكاتب البريد من ضعف سرعة الانترنت وعدم تغطية الشبكة بتاعة الانترنت. النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات قال الانترنت ده ما بقاش رفاهية انما بقى من الاساسيات، وقال ان الوزارة بتستجيب واستجابت 70% من طلبات الاحاطة، وقال ان اللجنة على تواصل دائم لتحسين الانترنت والاتصالات في ظل شكاوى الناس بسبب ضعف الخدمات، لكن اشاد بدور جهاز تنظيم الاتصالات في حل ازمة الخدمات اللي بتنهي رصيد العملاء، فاتعمل رقم موحد لإلغاء الخدمات اللي بتستهلك الرصيد. النائب يوسف الشاذلي سأل عن دور الشركة الوطنية في تطوير الاتصالات، وقال هو دور فعال وطالب بالتسويق لموقع مصر الاستراتيجي لمرور الكابلات البحرية داخل الحدود المصرية. الأمر ضروري حسب ما قال من أجل التعليم في المدارس. والنائبة عبلة الهواري اتكلمت عن معاناة طلبة المدارس من توفر الانترنت في كل قرى الصعيد، وقالت للوزير انه تم ان انت قلت انه تم تغطية الطرق السريعة بشبكة معلومات، لكن ده كلام عاري من الصحة لان مفيش تغطية والخدمة ضعيفة جدا. النائب محمد السطوحي انتقد خدمات مكاتب البريد للمواطنين وطالب الوزير انه يعيد النظر في الاشكالية اللي بتؤرق اصحاب المعاشات. قال اصحاب المعاشات بيقعدوا من صلاة الفجر لحد صلاة العصر قدام مكاتب البريد في الحر والبرد، ويرجعوا بيوتهم من غير ما يصرفوا معاشاتهم، والمواطن بيعاني من انه بيقف في طوابير قدام مكاتب البريد، والمواطن مش بيعنيه تطوير شكل المكتب لكن اللي بيهمه هو الحصول على خدمة متكاملة. النائب محمد عبد العليم قال الانترنت في اغلب قرى الفيوم مش موجود، وقال بعض الكبائن تم تغييرها من كابلات نحاس لكابلات فايبر لكن لسه ما اشتغلتش.